الموقع الوزارة على السوشيال ميديا مقفول في بعض الأوقات، ومش عارفين يقدموا لأولادهم اللي هم ذوي الهمم كده. فمن هنا احنا طبعا شفنا قبل كده، يعني عايزين ما نقلش حماس عن الرئيس. الرئيس شوف متحمس ازاي بالذات مع الاخوه المعوقين ذوي الهمم، عايزين الناس اللي تحتيه ما تقلش حماس عنه ان شاء الله. ده بالنسبه للمجالس الطبيه المتخصصه ذوي الهمم، يا ريت تفتحوا مواقعهم اكتر وتستوعبوا الناس اكتر، وتاكدوا ان القياده السياسيه هتشيد بكم جدا، لان كده انت بتحط ايديكم في ايديها. الميكروفون معاك يا مروه، اتفضل، عايز تقول ايه؟ من خلال المشاكل اللي اتعرضت علينا واللي احنا نحب نتناولها النهارده معانا في البرنامج، عندنا اول مشكله، مشكله استاذ محمد ماجد. كان بيتكلم طبعا زي ما حضرتك قلت ان احنا انشانا شبكه كبيره جدا من الكباري، تقريبا مسكت القاهره كلها وخرجت بره القاهره وبتتعمل دلوقتي في اسكندريه، بس هو اخذ بوينت بس بتاعت كباري وشوارع مدينه نصر. تمام. عدم وجود مطبات حمايه بعد الكوبري بيتسبب في العديد من الحوادث والاصابات ومشاكل كتيره جدا عندهم، واضح ان هو سكان المنطقه. تمام. عندك حاجه ايه تاني؟ عندك ايه تاني تاني؟ حاجه عندنا اسلام سعيد بيتكلم في العماله لابناء المحافظات، خصوصا ابناء محافظه البحر الاحمر، تحديدا منطقه راس غارب. هناك احنا عارفين موجود اكتر من 30 مصنع للبترول، فبيقول ليه ما تبقاش الاولويه في العماله لابناء المحافظه، ونوفر على الوزاره بدل التنقل وبدلات السكن. فحابب برضو ان احنا نتناول المشكله بتاعته. هو دي مشكله يمكن انا قريب منها شويه، معلش. هو الوزير مشكور، وزير البترول عامل طفره جديده في مجال البترول، مجال بالذات الشركات. ما احنا كده بنتكلم عن انجازات طبعا وزاره البترول. وزاره البترول وزير البترول مشكور قريب جدا من الحدث دوت، كلهم بيحتفل وبيفتح ابار جديده جدا. طبعا حضراتكم عارفين ابار البترول دي اول ما بتلقى بتلقى بزهره ثماره وخيرها على الشعب كله. مفيش حد النهارده مسؤول بيعمل بير بترول لنفسه، مفيش الكلام ده كله. فاحنا النهارده لما بنشوف بير بترول ده خير لمصر كلها. برضه الناس اللي ما تفهمش مره موضوع ابار البترول، بير البترول دوت يعني بئر بيكتشفوه البترول هو ايه الاول. انت عندك فكره البترول هو ايه؟ هو حاجه بتطلع من باطن الارض من الثروات المعدنيه. لا هو البترول بصي يعني كائنات حيه تعفنت منذ الاف السنين، وفعل عوامل التعريه وفعل البكتيريا معينه بتخمر الغاز اللي هو الزيتي دوت، بيسموه الزيت الخام ده. الحمد لله مصر كما انها محفوظه في القران، فمصر محفوظه او يعني مليانه ابار وزيت بترول في البر وفي البحر، سبحان الله. مره والله قريب جدا من احداث النهارده، يعني عايز اقول في عالم الاستكشاف وعالم الحفر في البترول، انت ممكن تحفر مثلا 100 بترول، 100 بير بترول بيطلع منه واحد بس يديلك. لا احنا في مصر سبحان الله لو حفرت مثلا بير بيطلع، يعني حاجه غريبه الشكل. يعني اذكر الشركات زي الشركه العامه بترول، الشركات دي كلها لها باع طويل في موضوع الاستكشاف والحفر. لا مصر فيها خير عائمه على بحر البترول. عايز اقول الخير قادر باذن الله والله، ويمكن حضرتك بتشوف الاتفاقيات الاخيره بيننا وبين البلاد المجاوره في غاز. ولذلك انا برضه بتكلم عليها ورا، معلش، لان في بعض الناس محبطه، بعض الناس بره محبطه والدنيا واقفه. لا بالعكس والله، الدنيا كويسه جدا. تاكدوا ان الايام اللي جايه هتشهد خير، وهتشهد زي ما الرئيس قال لما كنا في شرم الشيخ مع الرئيس، قال المرحله القادمه هي مرحله جني ثمار. تعبت كتير، والرئيس نفسه بيقول الكلام ده، الشعب تعب كتير وعانى كتير جدا وتحملت تبعات الاصلاحات دي كلها. فالاونه القادمه ان شاء الله زي ما عنوانها الرئيس، واحنا كمان بنعنوانها بمرحله جني الثمار. فتوقع خير ان شاء الله. بالنسبه للموضوع بتاعك، هو في فعلا يمكن محافظه تحديدا راس غارب، يمكن سامعني هي فيها اكثر من 30 شكل.